والله ده في كذا حاجه في دماغي، لكن هكمل في نقطه الشكل امبارح. وهل شيكابالا وموقف شيكابالا مع كابتن احمد مجاهد، هل بتشوف ان شيكابالا اخطا، ولا بتشوف ان كابتن احمد مجاهد هو مثلا قال شيكابالا كلمه خلى شيكابالا يتنرفز؟ وهل يعني من الطبيعي ان لاعب يكلم رئيس اتحاد؟ يعني من وجهه نظرك بص يا كابتن محمد، خلينا انا امبارح كنت ملعب طبعا وشفت اللي حصل، بس حقيقة انا من فوق مش سامع قوي المفردات بتقال ايه. مش سامع في حوار دار بينهم، ايه السبب فيه كان ايه، لكن المعلومه اللي عندي ان كان في جوه الـ مش عارف اسمها ايه بقى، غرفه خلع الملابس جوه في اللاعبين الناشئين وفي ابناء اللاعبين، فكانوا عاوزين يحضروا. دي معلومه عندي برضو، انا حقيقة لسه ما توصلناش لحقيقتها يعني. وكانوا عاوزين يخشوا الملعب، وانا كنت متصور ان مفيش ما يمنع ان يخش الملعب، يعني ايه المشكله ان ياخدوا حقهم اصلا يفرحوا مع دول اللي شاركوا في الدوري، يعني شاركوا سنه في الدوري، وابناء اللاعبين واسرهم برضو انا بعتبرهم شاركوا في الدوري هم كمان. اكيد اكيد، يعني انت لما زوجتك بس ليهم وقت معين يعني. ما هو عشان كده بقول ايه، هو العمليه انا عندي يعني كده علامه استفهام كبيره على التنظيم بشكل عام. مين مخطئ، مين عمل ايه، ده احنا لسه بنبحثه دلوقتي. لكن هل التنظيم ده يليق بينا كنادي الزمالك او يليق باتحاد كره القدم؟ الاجابه لا، لا يليق على الاطلاق يعني. طيب التنظيم ده وفي الماتش اللي قبله، الماتش اللي قبله حتى في الدخول والخروج، لا في علامات استفهام حقيقي، مش عارف ايه اسبابها. احنا حاليا دلوقتي بس احنا اثناء الموسم احنا مركزين جدا، مش عايزين نخلي حد يطلع بره التفكير في البطوله بتاعتنا. دلوقتي احنا هنشوف الموضوع ده كان ايه سببه ونتحقق منه، ولو في حقوق لينا طبعا مش هنتنازل عنها، وفي نفس الوقت هنعمل الاحتفاليه زي ما حضرتك عشان كل جماهير الزمالك او كل شعب الزمالك الكبير من محيط الخليج يعرف قد ايه قيمه البطوله دي. هو عامه احنا بنتكلم في فرحه واكيد الفرحه دي ليها ايجابيات، ايجابيات بقى في لاعبين، يعني امور كتير انا هتكلم فيها مع حضرتك، لكن عايز اكلمك مثلا زي واحد زي محمد عبد الشافي ودوره مثلا كواحد مين؟ من كباتن الفريق، بتشوف ازاي وضع محمد عبد الشافي ووجوده؟ ايقونه للانتماء، للاخلاق، للروح الكبيره، راجل بيكسر قواعد معروفه في عالم كره القدم، مثلا قاعده السن هو كسرها حقيقة. طب ايه السبب؟ هو الروح، يعني دائما وابدا الروح والانتماء والتركيز في اللعب، وتركيز في مش في اللعب بقى، تركيز في المجال اللي انا فيه، كان لعب، كان طب، كان هندسة، كان اي حاجه، التركيز في اللي انا بعمله مع اخلاقياتي، ده اللي بيصعد من اي لعيب. ده كان عبد الشافي، ده كان عبد الشافي لما جاب الجون بتاعه في الاتحاد، وده كان ماتش برده، وانا اعتقد يعني ده ماتش لما نقول ايه اسباب البطوله ايه، ده كان ماتش منهم، ماتش يعني. منه هو مروان عشان بس دول هدفين طبعا، ماتش جدا. فلا شوف بقى ايه الفرحه كانت عامله ازاي من اللاعبين على عبد الشافي. صحيح، احنا كنا فرحانين جدا، مش عشان بس الزمالك كسب، عشان عبد الشافي جاب جول، لان ده حقه يعني. وعلى فكره عبد الشافي برده بما اننا ذكرناه، ما يذكر عنه، وانا حقيقي يعني قبل كده ما كنتش اعرف، لكن لما دخلت المجلس عرفت يعني، ما يذكر عنه في الكواليس على اخلاقياته وانتمائه للنادي يخلينا الراجل نحترمه ونقدره بشكل كبير. لا هو راجل جميل جدا طبعا. طيب خلينا هطلع لفاصل، اطلع، واكيد بعد الفاصل انا كنت